وما هي الشروط يعني اللي من خلالها يمكن للمسلم أنه لا نقول يعني يقيم هناك، لكن يمضي فترة معينة هناك، مثلا كالدراسة أو مثلا يعني يمشي للعلاج، ولا ما رأيكم؟ ما إرشاداتكم؟ أولا نقول يجوز الذهاب هناك للضرورة، ونعتقد أن من الضرورة في الجملة لا في التفصيل تحصيل بعض العلوم العصرية التي لا توجد في البلاد الإسلامية، أو لا يوجد في البلاد الإسلامية من يعلمها. فلتحصيل هذا الفرض الكفائي نرى أنه من الضروري أن يسافر المسلم لتحصيل مثل هذا العلم. أما إذا كان علما عاما ذائعا شاملا، وإنما يذهب ولتحصيله لخاصة نفسه ليجعله طريقا للحصول على رزقه، هذا ليس ضرورا من ضرورات المبيحة للمحرمات، ولا يجوز له السفر لهذه الحالة. وبناء على ما نعلمه من التاريخ الإسلامي الأول، يجوز للتجار المسلمين أن يذهبوا إلى بلاد الكافرين للمتاجرة، بأن يقدموا إليهم ما عند المسلمين من التجارة، وأن يرجعوا من عند هؤلاء الكفار بما عندهم من بضائع إلى بلاد الإسلام، لا أن يقيموا فيها سنين. ثم مع ذلك فلا بد من التفكير بشرط لمن يذهب إلى هناك، سواء كان للتجارة أو لتحصيل ذلك العلم الضروري، أن يكون محصنا محصنا، أن يكون محصنا أي متزوجا ومحصنا بالأخلاق الإسلامية. هذا شرط يا شيخ؟ نعم، هذا شرط. شرط ألوف من الجزائريين. نعم بالطبع. الآن نعم ألوف كثير كثير. الآن ظهرت يعني ما بقوا يمشوا لفرنسا، الآن توجه الشباب الجزائري توجه لإنجلترا. لندن مملوءة بالجزائريين هناك، الشباب الجزائري هناك العمل فتح نفق تحت الأرض بين فرنسا وبريطانيا تحت البحر. تحت البحر يعني أعلنوا عنه أنه وصلوا قبل أيام مستقنين هناك، يروحوا على بريطانيا يسكنوا. نعم للعمل، يذهبوا للعمل كما ذهبوا من قبل إلى فرنسا، فالآن ينطلقون إلى بريطانيا.